الفرقة فرقة 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 في الدرب الفرقة في الحومة الدم كيسري روحنا مسمومة بلاد عربية كنا كاينين ما يهمش شكون ما يهمش منين باصي لابال هاك ارات ماركة البيت سيفلات سفارة اخوات ربح وبكى الخسارة صحاب في التيران وحتى بار يه شادين فاليز قاصدين المطار فيما مشينا مخلي الاثار فرقة اونتوني الو قطار غنديك تعيش معنا الشهر شعل تيفي تسمع الاخبار الفرقة معاك كل النار هزين ترابو كل دار روحنا القيد من صافي امرك تشوف لونا طافي نجري معاك برجلي حافي ما تطيحش الراية من كتافي الفرقة 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 الخير ريما المسجد المغرب قطر كمارشا غادي نرونو مع الدري كاملين غادي تململي الله معاه شي كرواتي واش كرواتي ولا مغربي صح كرواتي كرواتي يكون صيفطك لينا ولا شي حاجه صيفط لينا قول حريره الله يرحم باك حريره قول تريح تريح مغربي اسمك واش انا مغربي هذا مغربي مغربي انت كيف بحال شي كرواتي ياك صيفطك لينا اخي لا لا راني معاك قول ترى والله يتم توري كرواتي 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 راه ما يمكنش راه قطر كامله تيران فيه الجمهور المغربي كامله كلشي غادي في مترو طوبيسات واو هجوم على التيران ما يمكنش داكش دابا كيف قلت لكم غنحاولوا نعطيو الاكياس ديال البلاستيك واخا مالوغوزمون ما لقيناش حاجه اخرى من غير البلاستيك باش الناس اللي يجيو لهنا المغاربه يبارتيسيبيو في المبادره اللي بغينا نديرو نساليو الماتش ونجمعوا الزبل ديالنا دراري اجيو اجيو الدراري شوف دايرين واحد اللعيبه كل واحد يكون مريح يجمع الزبل ديالو واحد جوج ديال بلايص حدا ولا ثلاثه ويديروا في ميكا ونبارو نقيد كيف ما كان الماتش ربحنا ولا خسرنا توقعات خويا 1-0 ولا 2-1 للمغرب ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربي اخي نتمنوا التوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني بس حاس شنو شنو هذا الشيء ازاي جاي بس المغرب تربح ونشجعها كاع شكون احسن لعاب عزيز عليك زياد منين اخويا من مصر جاي المغرب اشجعكم النهارده وان شاء الله ربنا معاكم وتكسبوا 2-0 انا فرحانه بزاف وباغا نسيبورتي بلادي ان شاء الله متفائلين متفائلين حدث كبير وحنا فرحانين بزاف وديما مغرب جيبوها يا الولاد من طرابلس عرفتهم منين من طنجه من طنجه تنظيم رائع صراحه نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني العز الله يحفظك وصلنا دابا للتيران حنا جايين في الطريق لومبيونس واعره ما بقى والو باش ندخلوا البلبلو وعاتيه شنو ياك تنقول لكم بان بعض المرات يوقعوا شي حوايج اللي ما تنتوقعوهمش تصوروا بان كنت جاي عيط لي واحد السيد اللي تنعرفو قال لي دبرت لك على بي VIP حتى انا عيطاني قال لي دكتور انت خاصك تدخل معنا في اي بي دوك غنوريكم كاع لي مومو من داخل 100% ديب زليغو 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 طيب الاكياس هنا وان شاء الله هيشاركوا معنا هذا السيد اكيد جا لعنا قال لينا حتى حنا نشاركوا معاكم في هذه المبادره هو ماشي كاع مغربي تمام شكرا حبيبي تمام مع السلامه شاطر كاملين غادي نجمعوا الزبل ديالنا في هذه الاكياس هادو باش نحافظوا على التيرانات ونعطيو صوره زوينه على المغرب اليوم اول مباراه للمغرب في الكوب دي موند مشينا متحمسين لها بزاف وماشي غير بوحدنا مشينا متحمسين وحنا غاديين في البيس وحنا غاديين في المترو بزاف ديال المغاربه غاديين كيتجمعوا معنا وغادي معنا بنفس القلب بنفس الروح غادي نبغي نشجعوا المغرب دخلنا للتيران اول حاجه غادي تلفت الانتباه ديالي اننا ماشي غير بوحدنا اللي مغاربه اللي حاضرين لقينا فلسطينيين لقينا ناس من عمان لقينا ناس من الاردن وكلهم جايين باغيين يسيبورتيو المغرب ان شاء الله فايزين قلبا وقالبا مع المغرب اليوم ان شاء الله فايزين فلسطين وفلسطين اولي 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 من الاردن جاي تشجع المغرب نعم تحبون المغرب نعم وانا نفسي اروح المغرب Yeah!
الماتش الاول ديال المنتخب، علاش يديروا لنا ماتش مع 11 ديال الصباح؟ المنتخب العربي الوحيد اللي مع 11 ديال الصباح، انا ماشي لعاب وضربتني واحد الشمس يا اله. النشيد الوطني في حضور 59 ألف متفرج. من بيت الأحرار فعلا كتحس بالضغط ديال الجمهور على كرواتيا، راه ملي كيشدو هما كور راه مايمكنش شحال ديال الصفار وغوات. الاربعين دابا نص ساعه ديال اللعب مازال 0-0. مزيره قاديه مستريسين، راسي سخون، انا راسي سخان على الموت. بيني وبينكم حتى الكاميرا ما باغينا نشدو لا والو، باغيين نركزو مع المباراه. الحضور ديال الجمهور المغربي كان قوي بزاف، وحاجه اخرى اللي عجبتني هي الاحترام اللي عطاه الخصم في الوقيته اللي كان النشيد الوطني ديالهم بداو كيصفقوا عليهم. كان الحضور النسوي، كان الحضور ديال الناس اللي هما كبار، عائلات، كلشي، وكنا مجموعين. حيت طورنا بزاف طريقه التشجيع ديالنا، حتى اللبس اللي كنا لابسين كان لبس موحد، كان كلشي لابس التوني ديال المغرب. هذه حاجه عجبتني بزاف. الفرقه المبادرة اللي بغينا نلونسيو نجحات، وما كنتش تنتخيل بان المغاربه كلهم غيشاركوا معنا اللي كانوا في التيران. ودابا بغيت نوصل لكم واحد الميساج. تخيلوا معايا بان من بعد 12 عام ديال حملات نظافه البحر، عمر شي واحد ما هضر على هاد المبادرات اللي تنديروا بهذه الطريقه. نوصل ما كانوا المغاربه، ولكن الصحافه ديال العالم كله هضروا على الجمهور ديال المغرب اللي تنظف الملعب. بون التعادل ديال المغرب بعدا اولا درنا النقطه ديالنا، وثاني حاجه سي كيما عاس علينا جمعنا مع المغاربه هنا الزبل كاملين ديالنا في هاد الربعه ديال البيس اللي كنا بعدا. كانت خيالية صراحة، الجماهير أدت دور اللاعب 12، الحمد لله سال الماتش. عرفتي راه قلبي كان غادي يسكت، ولكن الجمهور كان حاضر صراحة. وعرفتي ديك آخر حاجة، الجمهور السعودي اللي معنا نبغي نعاود نهنئو على الربح ديالهم على فريق الأرجنتين، التصفيقات عليهم فريمون. وما تنساوش غنحاولوا نديروها في بلجيكا، ولكن نديروها كبيرة، نجمعوا التيران كله. والأمل ديالي هو الناس اللي شاركوا معنا إن شاء الله ما يرجعوا المغرب يشاركوا معنا في حملة نظافة البحر اللي تنديروا. ودابا غنلونسي واحد التحدي جديد اللي هو الماتش الجاي مع بلجيكا، ماشي غننظفوا الملعب، غننظفوا حتى واحد البلاصه في الدار البيضاء اللي الناس غيتفرجوا في الماتش. الفرقه 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 في الدرب، الفرقه في الحومه.